اكيد من بعد ما شفنا وياكم الرياضه الصباحيه فاكيد باجمل رياضه وحيويه صباحيه. صباح الخير. صباح الورد. شلونك اليوم؟ الحمد لله تمام. واكيد تمام. صباح الخير على مشاهدينا. بلشنا بفقراتنا الصباحيه فراح نبلش بمحور الصباح. محورنا لهذا اليوم راح نتعرف على عراقيه اللي هي ماغي رياض، قدمت محتوى مفيد جدا وما زال تقدم بمجال تطوير المشاريع الناشئه الصغيره والكبيره بنفس الوقت. فكيف نبدا مشروعنا وكيف بدت مشروعنا وكيف نسوق إليه؟ شلون نبدا المشروع؟ شلون نسوق إليه بالطريقه الصحيحه اللي تاتي بنتائج مرضيه؟ كيف بدات بهذا المجال؟ هذا ما سنعرفه ومنها مباشره عبر السكايب. صباح الخير ست ماغي. صباح الخير ماغي. صباح النور عليكم ومساء الخير بتوقيتي. يا اهلا وسهلا. فعلا يعني مساء الخير عليك. اكيد مساء الخير. ماغي بدايه عرفينا عن نفسك وخبرينا مهاره تطوير المشاريع اتت من دراسه وخبره اكاديميه فقط لو من تجربه قاسيه يعني انت مريتي بيها؟ اول شيء شكرا على هالاستضافه الجميله ويعطيكم العافيه. طبعا انا ماغي رياض مستشاره بمجال اداره الاعمال. طبعا بالنسبة لدخولي بمجال إدارة الأعمال والمشاريع بشكل عام، خلينا أقول عليها بغض النظر عن أنه هي دراسة أصلا، بس تقدرين تقولين أنه ما في إنسان ما مر بخسارات اقتصادية أو مالية أو بمشاريع. أكيد مريت بعدة تجارب كثيرة، لكن مو هو هذا الأساس اللي انطلقت من عنده. أساس الموضوع كان في سنة 2016 لما أسست مبادرة كانت لدعم المشاريع النسائية، بس كان إنه يختلف يعني عن إدارة المشاريع، كان هو تعليمهم مهن وحرف يدوية. فبهذاك الوقت اكتشفت إنه معظم السيدات كانوا يدخلون بطريقة خاطئة، فصرت أتشجع على إنه أعطيهم من الخبرات أو الدراسة اللي أنا تعلمتها. كانت هي فقط دراسة لكن ما كان تنفيذ على أرض الواقع. فلما بدأت أعلمهم وأوجههم وكذا صرت أحب يعني أحب المجال أكثر، خليني أتعمق به أكثر، خليني أعمل صناعة محتوى حوالي أكثر. فتقدرين تقولين من عندها بدأت فيه. حلو. طيب استماغي، أول ما بديتي بمدونتك بديتي باستقبال طلبات الناس يعني تطوير مشروعهم، لو بعد عدة تجارب للتطوير والنجاح الخاص بالمشاريع بالواقع كانت ناجحة إليك، قررت تمنحين مفاتيح هذا النجاح لكل الناس المهتمة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما سمعت السؤال زين، بس اتوقع كنت سالت انه اذا انا بلشت بالمشاريع من بعد ما بلشت بمشواري واخذت مشاريع راسا. يعني انا هنا اقصد انه انت بدايه بهذا الموضوع، يعني الناس دخلت وطلبت من عندك انه من بعد ما بديتي بمدوناتك الخاصه، بديت تستقبلين طلبات الناس حتى تطورين مشروعهم او حابينهم يطورون المشروع وينجح؟ لو بالواقع انت اصلا يعني المشاريع اللي قدمتيها بالناجحة وقررت تمنحين مفاتيح النجاح للمتابعين. فهمت عليك. صراحة هو بالأول قلت لك إنه لما أنا بلشت بالمنظمة وكيف أوجههم صاروا هم يطلبون من عندي إنه محتاجين مساعدة، محتاجين دراسة. فبالأول قلت لك إنه كانت هي فقط عبارة عن دراسات، ما كانت في ممارسات بأرض الواقع. ما كنت أعمل مع شركة، ما كانت ذات خبرات عالية في 2016. لكن لما صار في طلبات وصرت انه الاقي نفسي انه انا ممكن الدراسه مالتي ممكن اطورها بمهارات اكثر، وابتدات في من العمل بالمنظمه نجح كذا مشروع او عده مشاريع في المنظمه. بعدها انتقلت للفقره اللي بعدها انه خلاص اختصيت في مجال اداره الاعمال، وصار يعني صار اقبال جدا كبير عليه. اها حلو. طيب شنو هي الغلطة أو الأخطاء اللي يرتكبها أغلب الناس ببداية مشروعهم الخاص ودائما يقعون فيها؟ سؤال كثير حلو. شوفي، أغلب أصحاب المشاريع يرتكبون الخطأ الأول هو الاستعجال، يستعجلون جدا بالموضوع إنه بدون يعني يخلي خطواته تسبق الخطوة، يعني ما يمشي بها ستيب باي ستيب. يفترض انه اول ما تدخل انت تقرر تبدا مشروع او تدخل بمجال عمل معين، يفترض انك تدرس المنتج مالتك. طبعا اغلب الطابع اللي عم على المشاريع المنزليه خلي بنقول ما عندهم خبرات عاليه بالمشاريع، ما يعني ما عندهم الخبره الكافيه عن التسويق انه انا كيف ادخل. يعتقدون انه انا اليوم قررت ابيع مثلا
أقلام خلاص بروح أشتري أقلام وأطرحهم بالسوق. هي الفكرة مو هيك، أغلب الأشخاص اللي يقعون بخطأ إنه ما يضعون خطة ويستهانون بموضوع دراسة المشروع، فاهم شو قصدي؟ ف... نعم طيب يعني فيعني إنه أغلب الأخطاء اللي قاعدة تصير إنه التأني، أول شيء تدرس المنتج مالتك بالطريقة الصحيحة، تدرس السوق اللي أنت داخل عليه، تدرس المنافسين مالتك بالشكل الصحيح. في نقطة ثانية كذلك كثير كثير عالم قاعد يقعون بيها، مصطفى صح؟ اي نعم. طيب منو معاه؟ اي وياي حسناء. حسناء يا زميل، الزميلة حسناء، اغلب الاشخاص اللي المشكلة اللي يقعون بها شو يعملون؟ يدخلون بمشروع اكبر من عندهم. اعطيك مثال. طيب. يعني على سبيل المثال انه مثلا عندك المواد التجميلية. يعني انا وانت نعرف مشاريع الميك اب بيها براندات عالميه صح وكبيره وكذا، من الصعب انت اليوم تجي براند صغير او صناعه منزليه تدخل تنافس بهيك سوق، راح تغرق، فاهمه؟ يعني هذا السوق له حيتانه، فيعني اغلبهم يقعون بخطا انه هم ما يعرفون منو المنافسين، ما يعرفون هم شنو مواجهين بالسوق، يعني دراسه السوق جدا مهمه قبل ما انك تدخل. حلو. صحيح. طيب ماجي، يعني اليوم انت تؤمنين بموضوعية البيع والشراء الإلكتروني، يعني أصبح هو المؤشر بالمشاريع التجارية حتى في هذا الواقع؟ يعني اليوم لو تلقيه أنه هي مجرد فكرة يعني ليست من الواقع أصلا. لا صراحة أصلا أصبح جدا تأثر، حتى تأثر بشكل جدا كبير حتى على الأشخاص اللي هم بالواقع اللي مدى يستخدمون السوشيال ميديا. يعني أصبح اليوم معظم الأشخاص يعتمدون بالبيع والشراء على السوشيال ميديا، خصوصا في البلدان شوية اللي متطورة أكثر أو بها تقدم أكثر. نعم. بس إذا نبي شوي نحصرها على المجتمع العراقي، بسبب شوية عندنا بعد صعوبة بطريقة الدفع اللي هي البطاقات البنكية، صح، المواقع اللي ممكن تدفع عليها مثل PayPal وغيرها، يعني شوية في تعقيدات، لكن إذا تجي على المجتمعات الأخرى يعني بنسبة جدا كبيرة أصبح البيع والشراء عبر يعني الإنترنت. طيب. أما بالعراق يعني نسبة لا بأس بها. بالضبط. ما قي حاليا عندنا فيديو نشوفه إحنا وياك المشاهدين، ومن بعدها نكمل الحديث ويا حضرتك. أهلا وسهلا بكم في موضوعنا لليوم، الفقر. طبعا يعرف الفقر بأنه هو الحالة التي يفتقر فيها الفرد أو المجتمع إلى الموارد المالية وأساسيات للحد الأدنى من مستوى المعيشة. طبعا في العراق تختلف الأرقام الحقيقية وتتضارب حول نسبة الفقر، لأن هذه الأرقام تحرج الجهات المسؤولة. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأن أكثر من 25% من عدد سكان العراق يعانون من الفقر، بينما صرح البنك الدولي أنه أكثر من 41% من عدد سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، اللي هم عددهم 41 مليون نسمة. أما المعادلة اللي غير مفهومة إطلاقاً هي أنه العراق في سنة 2021 كان يحتل المرتبة السادسة بإنتاج النفط، أما في سنة 2022 يحتل المرتبة الرابعة في إنتاج النفط. ينتج العراق أكثر من 4.5 مليون برميل نفط يومياً، بينما احتياط النفط في العراق أكثر من 145 مليار برميل من نفط. هذه المعادلة اللي غير مفهومة، أنه كيف العراق يحتل المرتبة الرابعة لسنة 2022 في إنتاج النفط، بينما من جهة أخرى يحتل مراتب جدا عالية من خط الفقر. ما هو تفسيرك لهذه الحالة؟ ماجي، من بعد ما شاهدنا الفيديو نرجع لك مرة ثانية بالأسئلة. شو وقت يكون العمل على تسويق المنتج أو الخدمة في الواقع أفضل من التسويق الإلكتروني؟ شوفي، هو بشكل عام ما يعني ما فينا نقول في منتج معين او مثلا عمل معين، لا، هو في فئات. يعني على سبيل المثال لو كانت الفئه اللي تستهدفيها بالمشروع مالتك ممكن تكون هم على المجتمع العراقي كبار السن او المسنين، خلينا بنقول هنا تقدرين تستهدفين الواقع افضل من الالكتروني. ليش؟ عشان اغلب المسنين في العراق، او مو بشرط المسنين، عندك تقريبا الفئه العمريه ما ال 45 او ال 50 سنه واعلى،
غالبا يفضلون انهم يشوفون بارض الواقع، لسه يعني ما تعودوا على موضوع التكنولوجيا. فحسب الفئه مالتك، حسب المشروع مالتك، ممكن يخدمك اذا كان بارض الواقع، وممكن يخدمك بنسبه جدا كبيره اذا كان على الانترنت. طيب حلو. طيب هنا ماجي، اي المنتجات او الخدمات اللي يكون التسويق الالكتروني هو الوحيد لها لرواجها او الاكثر فعاليه؟ تقريبا يعني تقريبا نفس الجواب، يعني هو حسب الفئه، حسب المنتج مالتك، حسب المشروع مالتك. يعني تقدر تقول حاليا بشكل عام اذا نتكلم جنرال، هو معظم المشاريع بحاجه الى السوشيال ميديا حاليا، او بحاجه الى الانترنت. يعني سابقا مصطفى كنا شو، كان حتى العطار موجودين عندنا بارض الواقع. نعم. اليوم حتى العطارين والبهارات وهي الاشياء تشتريها على الانترنت ويعملون عليها دعايه ويوصل ويحققون وصول الى محافظات. فهذا الشيء بيخلي انه التسويق عبر الانترنت افضل لهم من ارض الواقع. يعني اليوم في شركات توصيل، وفاهم شو قصدي؟ اي نعم. يعني صار اسرع لانه تسويق يوصل لكل الناس، والناس اليوم يمكن مو بسهوله تقدر تطلع وتروح لهذه الاماكن، فيقول لك انا للسهوله ادخل على السوشيال ميديا اشوف الامور المسوق لها وادز عليها. صحيح. زين ماجي، احنا نتحدث عن المشاريع وتسويقها، وفي اشخاص يتابعونه ممكن يتساءلون هو المشروع وفكرته وشنو يكون وشنو اللي يقدمه، بناء على اي اساسيات يكون هذا الشيء المشروع بشكل عام؟ يعني اي مشروع انت ممكن تفتح؟ اوكي شوفي، يعني تحدثت قبل شوي وخليني شويه ادخل يعني اعمق في الموضوع. شوفي، هو اي مشروع، يعني اي اساسيات في المشروع، النقطه الاولى تعتمد على المنتج، بنسميها المنتج هو الملك. اذا كان المنتج مالك سيء، لو الدنيا كلها تسوق له، لو تصرفين عليه ملايين ممكن يخسر. صح. لكن اذا كان المنتج مالك جيد، ممكن انك تحققين من عنده ملايين. هاي الشغله الاولى. طيب. الشغله الثانيه، في قاعده اساسيه في مجال اداره المشاريع بيقول لك كل ما حليت مشاكل اكثر كل ما كسبت اموال اكثر. يعني لما القاعده الاساسيه اللي بدك تدخلين بيها في بالسوق او تنافسين او تفتحين مشروع، لازم تخلين في بالك انه المشروع مالتي شو هي المشكله اللي راح يحلها، او شو هي الخدمه بالاساس اللي راح يقدمها للعميل. لانه اليوم المنافسه جدا كبيره، فلما انا اليوم اجي مثلا اعمل شركه مال توصيل على سبيل المثال، شو الشركه مالتي راح تحل مشكله وشو راح تقدم افضل من الشركه اللي تقدمها اوبر؟ فاهمه شو علي؟ فهنايا انت لما كل ما حليت المشاكل بالسوق اكثر، كل ما اعطيتي سبب للعميل انه يتعامل معك اكثر، كل ما كان مشروعك هو خلي بنقول عليه انك قاعد تضمنين قاعده اساسيه للنجاح. فضمن القواعد الاساسيه لنجاح اي مشروع، قبل ما تبدا بها، قبل دراسه الخطه، قبل اي شيء، ادرس المنتج مالتك كثير يعني جيدا، وادرس السوق مالتك جيدا، وخلي ميزه تنافسيه جيده ما بينك وما بين المنافسين الباقين. ها حلو. طيب على قولتك، شو هي العلامات اللي تدل انه هذا المشروع بحاجه لخطه تسويقيه واعاده هيكليه؟ هو في كثير، خلينا بنقول هو في كثير يعني نقاط، يعني ممكن تقدر تقول من عندها العائدات الماليه. نعم. ممكن تقدر تقول منها الحصه السوقيه. خليني اتكلم بشكل اكثر، ممكن في اشخاص هم عندهم مشاريع لكن ممكن ما يعرفون في المصطلحات تبع المشاريع. هسه لو قلنا مثلا عائداتك الماليه، في كثير اشخاص بيصرفون ترويج وتسويق يعني بالهبل، لكن ما في عائدات ماليه جيده لهم. يعني يصرفون اكثر مما ياخذون. ليش؟ ممكن تكون عنده اخطاء في الخطه التسويقيه، ممكن تكون اخطاء في الحمله مالته، ممكن يكون اخطاء في المنتج، كثيره. اما الحصه السوقيه اللي هي انك تحصل على مبيعات اكثر بالسوق. يعني شلون؟ من فتره شركه دومينوز شو عملوا؟ عملوا خصومات جدا كبيره على البيتزا مالتهم بدون ارباح. طيب هل من المنطقي انه هم بيعملون ويبيعون بدون ارباح، يبيعون البيتزا مالتها بنفس القيمه؟ هذه اسمها حابين هم يحصلون على حصه سوقيه اكبر. فاليوم انا كمادي لو دخلت بالسوق على ودخلت بدون ارباح على سبيل المثال،
ماشي وعرضت المنتجات مالتي باسعار منخفضه اكثر من غيري، راح احصل على حصه سوقيه اكبر، راح اسمي يتوسع بشكل اكثر، فهذا الشيء راح يعطيني فرصه انه انا اصنع لي اسم، ويعطيني فرصه انه الناس تجرب المنتج مالتي. في قاعده بتقول انه اغلب الاشخاص ما بيقدرون القيمه اللي انت بتقدمها او ما بيعرفون قيمه المنتج اللي انت بتعطيه، فلازم تخلق لهم فرصه انهم هم يجربون المنتج مالتك حتى بالاخير يعودون لك مره اخرى. حلو. طيب ماجي حاليا نشوف فيديو اللي حضرتك ومن بعدها نرجع لك مره ثانيه. احنا نلعب واحنا نلعب فيه. هلا ماجي. نعم مكروه، ايش تريدين؟ ايش قاعد تسوين؟ قاعد اشتغل. ايش قاعد تشتغلين؟ أول مبرودة متحفيني قاعد أشتغل. عندي فكرة، أريد أبيع مشروع، أقصد أريد أبيع حليب. حليب؟ والله وين تريدين تبيعين الحليب؟ إي أريد أبيع حليب. اسمعيني، أريد أفتح صفحة أبيع بها حليب، ومو بس هيجي، أريد أسوي مسابقة بالصفحة مالتي وكل واحد يشارك بهاي المسابقة إلى جدر مال حليب، واللي يسوي لي تاج وشير وكومنت إلى جدر مال روبا همينة. شنو رأيك بالفكرة؟ شنو رأيك بالفكرة مالتي؟ أنت درست المنتج؟ لا. زين عندك معلومات عن السوق؟ لا. زين عارفين عن المنافسين مالتك؟ لا. كل هذا لا. وبعد مرة لا. أقول مقرودة، ليش ما تبخرين لنا؟ لا أضربك بالمطرقة، ليش تفقدين الذاكرة لمدة أسبوع؟ متخلفة متعجرفة ومتنمرة وشايفة روحك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. ألا أفتح مشروعي وأروح أبيع حليب وبيع لبن وبيع روبة وشوفي شلون راح أنجح. ماجي من بعد الفيديو اللي شاهدناه وشفناش دي الضحكين من دي الشاهدين الفيديو اللي خاص بيك، شنو سبب هاي الضحكة؟ أعتقد يمكن جدر الحليب والروبة اللي كلهم مقرودة وبدأت بيع حليب وتريد بيع روبة. من الشخصية الأصلية لماجي؟ أم الروبة لو الثانية؟ لا لا أكيد الثانية. حبيت. طيب ماجي شلون نعرف هاي خطة تسويقية لهذا المشروع نجحت؟ هل علامة زيادة المبيعات هي العلامة الوحيدة اللي تبين لنا نجاح مشروعنا؟ لا طبعا مو دائما زيادة المبيعات هي علامة على نجاح المشروع، وإنما زيادة المبيعات نقدر بنقول عليها خلينا نسميها نجاح مالي فقط. كثير من الشركات يحققون أول ما يعني أول ما بيدخل أو المشاريع أول ما بيدخل بيحقق أرباح عالية، لكن بعدها يعني يدخل لعند نقطة معينة وبيوقف، ما عاد فيه يكمل أكثر. يا أما داخل ورفع سقف الطموحات مالته أكثر، يا أما رفع سقف الطموحات عند العميل أكثر. بس النقاط الأساسية هي خلينا نسميها ما وراء الأرقام، اللي هي لما تدخلين على شركة معينة أو مشروع معين تطلعين دائما على الأرقام اللي بيحققها، إيش قد عليهم ديون، إيش قد ممكن في عليه قروض، إيش قد إلى حصة بالشركة مالته أو الشركة مالته إلى الحالة، المبيعات اللي بيحققها، التسويق اللي بيصرفه هو، الإدارة المالية عنده، يعني خلينا بنسميها يعني عدة أرقام أو عدة شلون نقاط ممكن نقدر نعتمد عليها عشان نقدر نعرف إنه المشروع مالتنا ناجح أو لا. أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة، لأنه ممكن حاليا يتابعون أغلبهم أصحاب مشاريع صغيرة ما لهم علاقة بهذا الكلام، يقدر يعتمد على السمعة والمبيعات. حلو. يعني طيب. إذا حقق سمعة جيدة والعالم صارت تتحدث عنك وتجي إليك وقاعد حقق مبيعات كويسة مستمرة، ممكن تقدر تقول هنا أنت عندك خطوة جيدة أو ناجحة تقدر تكمل بيها. حلو. طيب هنا على موضوعية النجاح، اليوم كثير من العراقيين يوجهون آمالهم بنجاح مشروعهم على السوشيال ميديا. طيب هنا خبرينا ونخبرهم أقوى طرق للوصول لكل الناس بالفيسبوك، الانستغرام أو غيرها من أي منصة ثانية، شنو هذه الطرق أو شنو المفاتيح اللي تكون أقوى من غيرها باكتساح السوشيال ميديا؟ أفضل طريقة أنك تقدر يعني بشوف هو بشكل عام اللي هي التسويق بالمحتوى. نعم. أنا أنصح كل شخص عنده مشروع
يحب يحقق وصول أسرع أنه يعمل تسويق بالمحتوى. شو هو التسويق بالمحتوى؟ اللي على سبيل اليوم مثلاً مصطفى اليوم صاحب محل رياضي وبيبيع أشياء رياضية على سبيل المثال، نعم، لبناء الأجسام أو للتنحيف وغيرها وغيرها من هاي الأشياء. مو من المنطقي أنه أنت اليوم بتعمل صفحة على السوشيال ميديا فقط لعرض المنتجات مالتك. التسويق بالمحتوى هو أنك بتنزل معلومات، بتنزل استشارات، بتتحدث عن بناء الجسم الصحيح. هنا شو راح يصير؟ أنت هنا راح تجذب الأشخاص المهتمين، راح يصيرون بيتابعون الصفحة مالتك، راح يصير يحتاجون مصطفى كمدرب مو فقط كبائع لهذه المنتجات. فمستقبلا ممكن هذا المهتم يتحول الى عميل، راح تكون انت في ذاكرة العميل او المهتم بالذاكرة قصيرة المدى وذاكرة بعيدة المدى. راح يبقى يتداول باسمك، راح يستفاد من عندك، راح يضطر الى حفظ منشوراتك، الى يعمل شير للمنشور مالتك للاشخاص اللي مهتمين بهذا الشيء. اما اليوم لو انت عرضت فقط المنتج مالتك للبيع، يمكن العميل كل قوته راح يقول لك ايش قد سعره، او يمكن كل قوته يعمل لك لايك عليه. فاهم هنا ماجي؟ يعني هل لي انه واجب على الجميع معرفه خوارزميات السوشيال ميديا؟ لو ما ممكن ينجح وينتشر محتوى المشروع بشكل عشوائي، يعني لازم بشكل مرتب ويعرف خوارزميات الابلكيشن اللي ينشر عليه، لان هنا ما ينجح اذا كان بشكل عشوائي. انت تايدين هذا الشيء؟ اكيد بقوه همينه، لانه هسه اذا نجي على سابقا قبل ما بيعملون التحديثات الاخيره لمواقع التواصل الاجتماعي، كان تقدرين تقولين كانت يعني الخوارزميات ما تعمل بشكل دقيق، لكن خوارزميات جوجل كانت دقيقه جدا. اما اليوم قاعد يحدثون ويصعبون مواقع التواصل بشكل اكثر. عندك على سبيل المثال عندك هسه الانستغرام قاعد يعمل الموضوع الهاشتاغ مثلا، اغلب الاشخاص قاعد يقعون بخطا انه اليوم انت لما بتنزل بوست شو يعمل هاشتاغ العراق، البصره، بغداد، ما بعرف ايش، كثير كثير من الهاشتاغات. صحيح. يعتقد انه هو بهذه الطريقه راح يحقق وصول، اما الحقيقه هي عكس هذا. الخوارزميه ما بتصنف حسابك اذا ما اعطيتها الهاشتاغ الصحيح. عشان شو؟ عشان تظهر حسابك عند المهتمين. فأكيد لازم يفهم الخوارزمية بشكل صحيح ويعرف كيف يشتغل عليها بشكل دقيق حتى يقدر يحقق وصول للأشخاص المهتمين. حلو ماجي، احنا يمكن وياك بهذا المحور انطينا مفاتيح، انطينا خوارزميات، انطينا نقاط لأهداف أي مشروع المفروض يكون ناجح، وانطينا بنفس الوقت كيفية التسويق لأي منتج. بمعنى انه انا من اطرح أي منتج المفروض اشرح عن المنتج، عن فوائده حتى وإن كان بي سايد إفكت، وأنطي نصائح ثانية تخص المجال التسويقي اللي أنا بي. طيب هنا أنا بكل هذه الأمور اللي حكينا بيها، شنو حابة أنت بنهاية هذا المحور؟ مفتاح معين، خوارزمية معينة، نصيحة معينة لأي شخص حاب يبلش مشروع على أي منصة تواصل اجتماعي؟ على أي منصة؟ شوف بشكل عام أحب أقول لهم أنه يوم اللي تقرر انك تفتح مشروعك او تطرح المنتج مالتك، قرر على اي منصه انت بالاول بدك تعمل، لانه المنصات وحده تختلف عن الاخرى. يعني على سبيل المثال لو قلت لي مثلا منصه الانستغرام، العملاء اللي في انستغرام يحبون يقرون البوستات القصيره وغالبا ما يشاهدون فيديوهات قصيره. صح. اما عملاء الفيسبوك غالبا ما يحبون يقرؤون جرايد، يعني المنشور او البوست مهما كان طويل ممكن يقرا للاخير، والفيديو مهما كان طويل ما عنده مشكله. فمو من المنطقيه انه انا مثلا بنزل محتوى مناسب للفيسبوك على الانستغرام. فالطريقه الاولى انك تحدد المنصه اللي بدك تتعامل فيها. يعني وفوق هذا كله تقدر بتقول العملاء اللي على الفيسبوك ودخلهم المالي قليل نوعا ما، غالبيته بيكون المتقاعدين وكبار السن واللي دخلهم ضعيف. نعم. اما عندك الانستغرام نقدر نقول عملاء دخلهم جيد نوعا ما، اما حاليا اتوقع ما متاكده من هاي المعلومه، اتوقع اعلى دخل هو عندك التيك توك وتويتر او تويترين. طيب لسه مو متاكده من عندها، فادرس المنصه بالاول. نعم تفضلي. طيب ادرس المنصه بالاول، ثم ادرس المنتج مالتك بالشكل الصحيح، اطلع على السوق اللي انت بدك تدخل بيه، ولا تستهان ابدا بالمنافسين مالتك.
ماجي رياض نورتينا وشكرا لك على كل هذه المعلومات، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك ماجي. شكرا كثير لكم على هذه الاستضافه، واتمنى لكم يوم سعيد وتصبحين على خير. صباح على خير. شكرا لك. طبعا اكيد متواصلين ياكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحيه بعد هذا الفاصل.